الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائركم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والتحذير منه وبيان أنه من أعمال أهل الجاهلية، وأنه أيضا باب من أبواب الشرك والتعلق بالأوهام بما لا ينفع ولا يضر، ومن ضعف اليقين وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في نفي التطير والنهي عنه والتحذير منه، وبيان أنه من الشرك، وأيضا بيان خطورته على المتطير. والتطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم بأي شيء كان، سواء بشيء يراه الإنسان، أو بصوت يسمعه، أو كلام ينقل له، أو نحو ذلك. فالتطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، وهو قريب عن التطير من أهل القلوب الضعيفة، قريب من أهل القلوب الضعيفة، ضعيفة الإيمان، لأن الإيمان إذا قوي وعظم أيضا التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن التطير لا يجد مكانا له عند المؤمن قوي الإيمان قوي التوكل على الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم أن الأمور كلها بقضائه سبحانه وتدبيره، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والتطير الذي هو التشاؤم هو من عقائد أهل الجاهلية، بل أيضا من عقائد أمم الضلال، وسيأتي معنا في الآيات التي ساقها، وهذا جاء له نظائر عديدة في القرآن، تطير أصحاب الأمم الماضية، وكان تطيرهم أقبح التطير وأشنعهم، كانوا يتطيرون يتشاءمون بالأنبياء والصالحين من عباد الله، ويظنون أنهم شؤم عليهم وعلى الناس. وسيأتي معنا في الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى. وكان العرب كثيرا ما يحصل عندهم التطير الذي هو التشاؤم، ولا سيما بالطيور، خاصة أنواع من الطيور، وأيضا حركة الطيور واتجاهها إذا طارت، لأن بعضهم إذا أراد أن يتزوج أو يسافر أو يتاجر أو غير ذلك، يذهب إلى مكان فيه طير مجتمعة فيزجرها تطير، ثم ينظر إلى أي جهة تذهب في السماء، وعلى ضوء الجهة التي تذهب إما يقدم أو يحجم. هذا كله من أعمال الجاهلية. وكان بعضهم ينكر ذلك،
كان بعضهم ينكر ذلك، مثل ما تقدم في إنكارهم للحروز ونحوها، كان بعضهم ينكر ذلك. ومن ذلك قول أحدهم: وما أنا ممن يزجر الطير همه، أصاح غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعظب. يعني كانوا إذا رأى دابة كثيرة القرن تشاءم، أو سمع صوت غراب أو نحو ذلك، يقول هذه كلها ليست بشيء، ولا أنظر إليها ولا ألتفت لها. فالحاصل أن الطيرة هي شيء أول ما يبدأ يهجم على القلب، أول ما تبدأ تهجم على القلب بشيء رآه أو بشيء سمعه، فتحدث، إذا هجمت على القلب تحدث في القلب انقباض، ويبدأ يدخل على الإنسان التوهمات والوساوس. ثم في كثير من الناس من تمنعه الطيرة من الأمر الذي هو مقدم عليه، إن كان زواجا أو تجارة أو سفرا أو غير ذلك، تفتح على الإنسان أبواب كثيرة من الشرور، تفتح له وساوس كثيرة، تفتح له أيضا باب ومدخل للشيطان أيضا على قلبه. والمصنف رحمه الله أورد هذا الباب، باب ما جاء في الطيرة، في كتاب التوحيد، وعرفنا سابقا أن كل باب لا بد أن نعرف علاقته بكتاب التوحيد، فهذا الباب أورده في كتاب التوحيد، لأن الطيرة كما سيأتي في الحديث أنها من الشرك، لأنها تحدث في قلب الإنسان تعلق في باب جلب النفع ودفع الضر بغير الله سبحانه وتعالى، فهي منافية لكمال التوحيد الواجب. ولهذا بوب هذا الباب، باب ما جاء في الطيرة. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذه تتعلق بتشاؤم فرعون وقومه بموسى ومن معه، تشاؤم فرعون وقومه بموسى ومن معه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. هذا رد عليهم في ماذا؟ رد عليهم في تشاؤمهم بموسى ومن مع موسى من المؤمنين، فيقولون إذا أصابتهم المصائب وابتلوا بالنكبات يقول هذا من شؤم موسى ومن المؤمنين معه، وإذا تصيبهم حسنة ونعمة وراغد في العيش يقول لنا هذه، يعني حقيقون بها، نحن جديرون بهذا، معنى لنا هذه أي نحن حقيقون بها جديرون بها أهل لها، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يقول هذا من شؤم موسى والمؤمنين الذين معه. هذا أقبح الشؤم، أقبح الشؤم أن يحدث التشاؤم بأئمة الخير وأفضل الخلق، هذا أقبح التشاؤم، أن يكون التشاؤم بأئمة الهدى وأفضل الخلق، يعني هؤلاء يعني قبحهم الله يتشاؤمون بواحد هو من أولي العزم من الرسل، واحد هو من أولي العزم الرسل كليم الله عليه صلوات الله وسلامه. قال: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما قضاه الله وقدره وكتبه سبحانه وتعالى في قضائه الكوني القدري،
قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أكثرهم فسادهم من جهة جهلهم العظيم وضلالهم المطبق. نعم. قال رحمه الله: وقوله قالوا طائركم معكم، أيضا قولها قالوا طائركم معكم، هذه أيضا فيها تشاؤم أناس بعدد من الأنبياء، هذه جاءت في سورة ياسين، قبلها قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني تقولون هذا الكلام من أجل أننا ذكرناكم بالله ودعوناكم إلى توحيده والإيمان به والدخول في طاعته، تقولون تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بمجيئكم إلينا، تشاءمنا بمجيئكم إلينا، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا أي الرسل، قالوا أي الرسل طائركم معكم، قالوا طائركم معكم، أي سبب الشؤم الذي أنتم فيه الآن والتشاؤم الذي أنتم فيه سببه شيء راجع إليكم، معكم راجع إليكم أنتم، وهو ما أنتم عليه من الكفر والموبقات والذنوب، يعني معكم بسبب أفعالكم ذنوبكم العظيمة وكفركم بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا من قبلنا، هذا المعنى قالوا طائركم معكم، يعني لا لا لأن هذا من قبلنا، تقولون تطيرنا بكم، لا ليس منا شيء من ذلك، هذا منكم أنتم، يقولون لهم بسبب ذنوبكم وصدودكم وإعراضكم وكفركم بالله سبحانه وتعالى وسوء العقيدة التي القبيحة التي أنتم عليها. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، قالوا طائركم معكم أي أئن ذكرتم، أي من أجل تذكيرنا لكم تقولون لنا هذا الكلام، نحن إنما ذكرناكم بالله دعوناكم إلى خير دللناكم إلى هدى، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون. الشاهد من الآيتين أو المناسبة من الآيتين للترجمة أن هذه جادة لأهل الجاهلية من قديم الزمن، وأن من أقبح التشاؤم هذا النوع من التشاؤم، التشاؤم الذي هو التشاؤم بالأنبياء، مثلها أيضا في قصة صالح أظنها في سورة النمل نفس المعنى، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال إنما طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، طائركم عند الله. فهذه كلها متكررة، يعني في أمم الأنبياء متكررة، يعني إذا تصيبهم حسنات ونعم ورغد في العيد يقول نحن حقيقون بذلك وأهل له وجدرون به، وإن تصيبهم شدائد ونكبات ومصائب يقول هذا من شؤم الأنبياء وأتباعهم. فمثل هذه الآيات يعرف منها أن التطير من أعمال الجاهلية ومن أعمال أعداء الرسل، من أعمال الجاهلية ومن أعمال أعداء الرسل. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه زاد مسلم، ولا نوء ولا غول. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه نفي النبي صلى الله عليه وسلم ستة أمور كلها من أمور الجاهلية،
فيها نفي 6 أمور كلها من أمور الجاهلية ومن تعلقات أهل الجاهلية الباطلة التي جاء الإسلام بإبطالها، وإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من فساد وتعلق باطل ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان. فقوله في هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، هذه كلها أمور كان للجاهلية فيها اعتقادات باطلة، في للجاهلية فيها اعتقادات باطلة. الأول قال لا عدوى. العدوى الأصل هي انتقال المرض من شخص إلى آخر، انتقال المرض من شخص إلى آخر أو من دابة إلى دابة، مثل إذا أصيبت ناقة بجرب واقتربت منها أخرى ربما انتقل إليها الجرب، ربما انتقل إليها الجرب. وإذا كان الإنسان فيه جذام واقترب من مجذوم ربما انتقل إليه الجذام. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى، هذا الأمر الأول الذي نفاه مما يعتقده أهل الجاهلية. انتبه هنا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، هو ينفي اعتقاد جاهلي، مثل في الآتيات بعده، هو ينفي اعتقاد جاهلي باطل وتعلق جاهلي باطل، قال لا عدوى. وكان أهل الجاهلية، وهذا الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، يظنون أن المرض بنفسه وطبعه يعدي ينتقل بنفسه وطبعه، وهذا الاعتقاد الذي كان عندهم أبعدهم عن الله، لأن المؤمن اعتقاده عكس ذلك، اعتقاده أن الأمور ماذا؟ بتدبير الله. وانتقال المرض من شخص إلى آخر إن انتقل فإنما ينتقل بتدبير الله، فهو لا يعلق نفسه بشيء إلا بالله، ولا يجعل توكل إلا على الله، ولا يطلب حفظه ووقاية إلا من الله، ويفعل الأسباب المأذون بها شرعا. فإذا قوله لا عدوى هو نفي اعتقاد جاهلي، ولهذا لا تنافي بين هذا الحديث وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وأيضا حديث لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح، لأن الممرض إذا أورد على المصح ربما نقل إليه الجرب أو نحوه من الأمراض. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى أي على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأنها تعدي بطبعها، أي بغير مشيئة الله ولا تقديره سبحانه وتعالى. أما قوله فر من المجذوم ونحو هذا من الأحاديث، هذا فيه فعل السبب المأذون به مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه الأمر الأول. الثاني قال ولا طيرة، وهذا نفي للطيرة التي كانت عقيدة عند أهل الجاهلية، والنفي يدل على بطلانها وأيضا عدم تأثيرها. لا طيرة هذا يعني باطلة، لا طيرة يعني غير مؤثرة، فهو يدل على النفي، يدل على بطلانها ويدل أيضا على عدم تأثيرها. والطيرة الطيرة إنما يعني تكون خطيرة على المرء إذا ترتب عليها عمل، أما إذا وجد شيء في نفس الإنسان هجم عليه لكن لم يبني عليه إحجام أو إقدام ما يضره،
وقال في الحديث ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فلا إذا صدت الإنسان وسيأتي معنا في الحديث في آخر الباب إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. أما شيء يهجم على الإنسان ويذهبه الإنسان بتوكل على الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يضره. قال ولا هامة، هذا الأمر الثالث. ولا هامة، الهامة هي نوع من الطير وهو البوم، البومة وهي المقصودة هنا. وكان أهل الجاهلية يتشاءمون بالبوم، يتشاءمون بالبوم، إذا وقع على بيت أحدهم يتشاءمون، يقول هذا يعني مؤذن بأن واحد من البيت سيموت أو سيهلك أو يمرض إذا رأوا البوم وقع على بيت أحدهم، أو يعتقدون أن البيت سيحصل فيه خراب، تشتعل فيه نار أو يفسد فيه شيء أو يتعطل فيه مصلحة أو نحو ذلك. فكانت عندهم هذه العقيدة، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال ولا هامة ولا هامة. الأمر الرابع قال صفر، وهو الشهر المعروف، واحد من شهور السنة 12، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، هي من هذه الشهور شهر صفر، وهو شهر مثل غيره من الشهور، لكن كان أهل الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر، يعتبرون الشهر ماذا؟ شؤم. ولهذا كثير من مصالحهم لا يفعلونها، لا زواج ولا تجارة ولا، يتشاءمون، يقولون أن الأمر الذي يفعل في هذا الشهر شؤم ويفشل ولا ينجح. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا صفر، مبطلا هذا التشاؤم. وهذا أيضا يتناول التشاؤم بكل جزء من أجزاء الوقت، يعني من يتشاءم بيوم مثلا من أيام الأسبوع أو يوم من أيام الشهر، موجود إلى الآن، موجود إلى الآن تشاؤم برقم 13، هذا موجود إلى الآن. ولا تستغرب بعض الطائرات لما تمشي تعد التسلسل ترتيب المقاعد، يعني الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث، الثاني عشر الرابع عشر، الثاني عشر يقفزون رقم 13. وأيضا بعض الفنادق في بعض المناطق ما في دور 13، لأن ما لما يأتي النزيل ويقول في الدور 13 ينقبض ويقول لا ما، فألغوا الدور 13، أصبح 13 ما هو؟ هو نفس 14، لأن هنا نزل الترتيب وحذفوا الرقم، لأنهم وجدوا أن كثير من النزلاء إذا قالوا غرفتك في الدور 13 يقول لا أنا ما أسكن، فألغوا فيه، ما في في ترتيب الأدوار، ما في حتى في المصعد ما في رقم 13، 14 مباشرة. ومثل هذا القبيل، هذا كله من الجاهلية، ترسبات جاهلية ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها، سواء تشاؤم بيوم أو بساعة أو بشهر أو غير ذلك، هذا كله يندرج تحت هذا النفي لا صفر. كل هذه الاعتقادات الجاهلية باطلة، ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وكانوا في الجاهلية يتشاءمون في النكاح خاصة بشهر شوال، ما يتزوجون في شهر شوال. فجاء الإسلام بإبطال ذلك كله. أيضا الأمر الرابع قال ولا نوء، ولا نوء، وهذا أيضا نوع من التعلق بالأنواء، وسيأتي باب خاص بذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. السادس منها قال ولا غول، ولا غول، هذا جنس من الشياطين، وليس المراد بالحديث نفي وجود هؤلاء الشياطين أو أن الشياطين تبرز للإنسان في طريقة تخيفه في البر أو في الصحراء أو في بعض الأودية أو نحو ذلك، ليس نفيا لذلك في قوله عليه الصلاة والسلام
لا غول، وإنما مراد النبي عليه الصلاة والسلام نفي ما كان عليه أهل الجاهلية من تعلقات، ولهذا معروف عندهم إذا نزلوا واديا وحصلت لهم مثل هذه المخاوف استعاذوا بمن؟ بسيد الوادي، بشر من فيه، من شر ما من في هذا الوادي. فجاء الإسلام أيضا بإبطال ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وهذا مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة قبله. قال: ويعجبني الفأل. قال: ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. قال: الكلمة الطيبة. الفأل يقول عليه الصلاة والسلام: يعجبني، أي يحب الفأل، ويحب عليه الصلاة والسلام التفاؤل، لأن الفأل مبني على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والطمع في ما عنده ورجاء حصول الخير والفائدة والنفع، وينشط الإنسان في أعماله ما يتعطل عن شيء منها. فالفأل يكون مثلا باسم يسمع أو كلمة يسمعها شخص، مثلا يريد أن يسافر وقد حمل في نفسه متاعب السفر ومشاق السفر ومعاناة السفر، وهو خارج سمع شخصا ينادي صاحبه: يا سهل، مثلا، وفرح بهذه الكلمة وسر بها وبعثت في قلبه نشاطا وهمة. ماذا هذا؟ قال: يعجبني الفعل. وفي قصة الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام: سهل الله أمركم. هذا من التفاؤل، هذا من التفاؤل. شخص مثلا مريض وذهب لعلاج ويبحث عن دواء وسمع شخصا ينادي زميله: يا سالم، ففرح بهذه الكلمة وتفاءل أن الشفاء وعافية وسلامة ونحو ذلك. فالفأل يفرح، يبعث على النشاط، لا يعطل الإنسان من أعماله مثل ما هو الشأن في التشاؤم والطيرة. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة، يعني يسمعها المرء فيفرح بها وتحدث له نشاطا، فهذه لا بأس بها، بل كانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكرهه فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، قال: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر. الصواب كما في سنن أبي داود وغيره أيضا من مصادر تخريج الحديث عن عروة بن عامر، عن عروة بن عامر. وعروة بن عامر هذا مختلف في صحبته. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: أثبت غير واحد له صحبة وشك فيه بعضهم، يعني في صحبته شك بعضهم، أي بعض أهل العلم. قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال أحسنها الفأل، قال أحسنها الفأل. قال ابن القيم رحمه الله أخبر أن الفأل من الطيرة، لأن قال أحسنها يعني أحسن الطيرة، أخبر أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما الذي هو الفأل ومضرة الآخر الذي هو الطيرة. قال ولا ترد مسلما أي الطيرة، ولا ترد مسلما أي عن شيء من قصده، شيء مما يريد، لأن معنى قوله لا ترد مسلما يعني إنما ترد من في قلبه شيء من التعلق بغير الله، الاعتقاد هذا الذي هو اعتقاد الجاهلي بهذه الأشياء التي يسمعها أو يراها. يعني الآن لما مثلا يرى طير أو يسمع صوت طير ويظن أن هذا الصوت مجلبة لخير أو مدفع لشر أو نحو ذلك، هذا كله من عقائد أهل الجاهلية. قال ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم، ومثله أيضا إذا سمع، السماع مثل الرؤية، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه الكلمات هي كلمات إيمان وثقة بالله وتوكل عليه واستعانة به واعتصام به ولجوء إليه سبحانه وتعالى، وهي طاردة عن الإنسان إن وجد في نفسه شيء من التطير أو التشاؤم تطرد عنه ذلك. إذا قال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة إلا بك، وهي كلمة استعانة وتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ثم أورد هذا الحديث عن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، في بعض المصادر ثلاث مرات كررها، الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ثلاث مرات يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا صريح في أن الطيرة محرمة، وأيضا صريح أنها من ماذا؟ من الشرك، صريح أنها من الشرك. لماذا؟ لأن فيها تعلق القلب غير الله، تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، وأيضا فيها سوء ظن برب العالمين سبحانه وتعالى. قال الطيرة شرك. قال ابن مسعود الراوي للحديث وما منا إلا، ما معنى إلا؟ يعني في شيء محذوف حذفه لدلالة السياق عليه، حذفه لدلالة السياق عليه. وما منا إلا يعني إلا ويعتري شيء من ذلك. ما معنى يعتري؟ يعني يهجم على قلبه شيء من ذلك، يهجم على قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ولهذا إذا هجم الإنسان، إذا هجم على الإنسان شيء من التطير بشيء سمعه أو رآه أو نحو ذلك وتوكل على الله ومضى، ما يضره ذلك. هذا معنى قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، يذهبه أي يزيله من القلب بتوكل المؤمن على الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن الواجب على المسلم إن حدث في قلبه شيء وانقباض أو تشاؤم يقوي توكل على الله ويمضي ولا يلتفت إلى هذا الذي رآه أو ذاك الذي سمعه. نعم. قال رحمه الله ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك،
قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. والحديث المتقدم قوله ما منا إلا، هذا أيضا يفيد أن الشيء الذي يقع في القلب يعني يهجم على القلب مع كراهية الإنسان له وبغضه له وعدم عمله بموجبه لا يضره، لكن يحتاج الإنسان إذا هجم على قلبه شيء من ذلك أن يقوي توكله على الله وثقته بالله واعتماده على الله، ويمضي في حاجته وطريقه. والمسلم مأمور في كل مرة يريد أن يخرج في حاجة من الحاجات أن يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يلتفت على إلى شيء غير هذا التوكل الذي خرج به من بيته. قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من ردته الطيرة عن حاجته، أي الشيء الذي عزم عليه، سفر أو زواج أو تجارة أو نحو ذلك، إذا ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. لماذا؟ لأنه وجد في قلبه تعلق بهذا الشيء الذي رآه، وأنه مجلبة لشر له، أن هذا الشيء الذي رآه يجلب له شرا في تجارته أو يجلب له شرا في زواجه أو نحو ذلك. قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. في أثر في الباب عن كعب، ويعني في أثناء يقول: إن ردته، مثل ما جاء هنا في هذا الحديث، قال: إن ردته فقد طعم قلبه طعم الإشراك. ردته فقد طعم قلبه طعم الإشراك، يعني أصاب قلبه شيء من طعم الإشراك، ردته عن حاجته. أما إذا لم ترده مضى وتوكل على ربه فهذا لا يضره. قال: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك، يعني لا يحصل خير إلا بتقديرك، ولا يدفع شر إلا أيضا بتقديرك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. لا إله غيرك، هذه كلمة التوحيد، إلا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد في قوله لا إله غيرك، ولا والتوكل في قوله لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، هذا فيه فلاح العبد ونجاته وسعادته وسلامته في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ثم ختم بهذا الحديث، وفيه حد الطيرة. إذا قيل الطيرة المنهي عنها المحرمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة، ما حدها؟ ما ضابطها؟ ضابطها هذا الحديث: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فسرها بهذه القاعدة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القاعدة الكلية الجامعة. فالطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني كل ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراد أو يمنع من المضي فهو من التطير، فمن أمضى أو امتنع بسببها فقد أشرك. فمن أمضى أو امتنع بسببها فقد أشرك، يعني مثلا زجر طيرا فاتجهت إلى جهة يرى أنها خير فأمضته، هذا شرك. أو اتجهت إلى جهة يرى أنها شر فامتنع من أجلها، هذا شرك، لأن كل الإمضاء أو الامتناع
راجع إلى تعلق بما رأه من الطير أو سمعه من 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 صوتها. جاء في الأثر أن ابن عباس كان في طريق ومعه رجل فمر طائر يصيح فقال رجل خير يعني يوم سمع الصوت، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، ما له علاقة الطير هذا لا بخير ولا بشر، لا خير ولا شر. وأيضا مثلها في طاووس يعني صاح غراب فقال رجل خير، قال وأي خير عند هذا، لا تصاحبني، أي خير عند هذا، يعني هذه كلها تعلقات جاهلية. فالحاصل أن الطيرة حدها وضابطها هو ما أمضاك أو ردك، لكن شيء يهجم على القلب ويطرده الإنسان بتوكل على الله فإن ذلك لا يضره. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. نعم، مر ذلك. إنما طائرهم عند الله أي بقدره الكوني سبحانه، وقول طائركم معكم أي بكفركم وذنوبكم. نعم. قال رحمه الله: الثانية نفي العدوى. العدوى الجاهلية التي يعتقدون أنها تنتقل بطبعها بدون إذن الله سبحانه. الثالثة نفي الطيرة. نعم، نفي الطيرة أنها لا تنفع ولا تضر، لا خير ولا شر، ما يعتقده الجاهلية فيها كله ضلال وباطل، هي لا تنفع ولا تضر، لا تجلب خيرا ولا تدفع ضرا. نعم. الرابعة نفي الهامة. الهامة البوم كانوا يتشاءمون بها في الجاهلية. الخامسة نفي الصفر. نفي الصفر اللي هو الشهر المعروف، ومثله أيضا تشاؤم بيوم أو بساعة أو نحو ذلك، هذا كله من أعمال الجاهلية. قال رحمه الله: السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. الفأل مستحب، يعجبني يقول عليه الصلاة والسلام الفأل، وهو ليس من ذلك يعني ليس من الطيرة المذمومة التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بإبطالها ونفيها. نعم. السابعة تفسير الفأل. تفسير الفأل تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهب التوكل. نعم، هذا مستفاد من أثر بن مسعود، قال وما منا إلا، يعني هذا الذي يهجم على القلب مع كراهية الإنسان له وعدم عمله بموجبه لا يضره بل يذهبه الله سبحانه وتعالى بالتوكل. قال رحمه الله: التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. تقدم في الحديث أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. التصريح بأن الطيرة شرك، وهذا مر معنا في الحديث، قالها 3 مرات عليه الصلاة والسلام، وذلك لما يقع في قلب المتطير من اعتقاد في الشيء الذي سمع أن يجلب نفع أو يدفع ضر. 11 تفسير الطيرة المذمومة. في الحديث الذي ختم به قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذه هي الطيرة المذمومة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.